الأوراق الرابحة طبعا، يعني للأسف للأسف للأسف، وألف ألف سلامة طبعا، احنا مفتقدين جدا كابتن وليد سليمان. طبعا واحد من أهم الأوراق الرابحة، تحطه بقى من البداية، تحطه تغيير، تحطه زي ما تحطه، في وقت ما تحطه مع أي فرقة. الحقيقة الراجل لازم ينزل يكون صاحب بصمة، وبالتالي دي يمكن أكبر خسارة للنادي الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم. بالتأكيد يعني ألف سلامة طبعا على وليد، والحقيقة يمكن وليد أنا عاصرته من هو لسه صغير. وليد ما شاء الله دلوقتي يعني كابتن النادي الأهلي مخضرم مخضرم جدا من يعني طبعا هو أخ صغير ليا، ويعني الحقيقة لعبنا مع بعض في فترة في بتروجيت، وكان لسه صغير، ولما راح النادي الاهلي يعني احنا لسه على طبعا على تواصل، اخويا صغير يعني. وبالتالي وليد من اهم فعلا اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي، لانه انتماء شديد جدا جدا، اخلاص وتفاني للنادي الاهلي وفي تيشرت النادي الاهلي. ليه بقينا نبص لده على انه بقى يعني حاله نادره؟ يعني ده عشان ما تشوف العكس. ده ايوه، بس عشان تشوف العكس مفترض انه ده يبقى القاعده والعكس يبقى الاستثناء. لان لكن لما بقينا نلاقي حاله زي دي بنتكلم عليها، يا سلام شوف، يعني فاهم قصدي ايه؟ انا معاك طبعا، لانه الاغراءات الماديه المبالغ فيها بشكل كبير جدا في الدوري المصري، انا شايف انها مبالغ فيها جدا جدا الحقيقه. ولابد ان يكون هناك تصور، مش عايز تحديد وتقنين لسعر او قيمه اللاعب المصري الماديه طبعا، مش عايز ده، لانه يعني في كره القدم مش موجود. ولكن سوق الانتقالات في مصر الحقيقه سوق غريب جدا، والانتقالات او المبالغ المبالغ فيها بشكل كبير جدا، او التعاقدات المبالغ فيها بشكل كبير جدا، بتاثر بشكل كبير على الدوري المصري. وبالتالي بتشوف طبعا المقارنه دي.